مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة. اليوم هنعمل كيكة سهلة وسريعة جدا بدون أي نوع دقيق، بدون فرن. يلا الوصف. استخدم أي وعاء يدخل الميكرويف. نوضع أي نوع دهون في الوعاء. كاكاو خام 3 معالق كبيرة، 50 جرام. باقي الكاكاو راح نستخدمه بالكيك مثل هيك. بيض عدد 2، بديل السكر ستيفيا معلقة كبيرة. التحلية النوع والكمية هو اختياري حسب نظامكم الغذائي. نص معلقة صغيرة بكربونات الصودا، ما نكتر عشان ما تكون مرة. قليل من الفانيلا. واحد كوب توت أزرق طازج أو مجمد، 130 جرام. ممكن نستخدم أي نوع من الفواكه بنفس الكمية حسب المتوفر أو حسب نظامكم الغذائي. بنضيف باقي كمية الكاكاو اللي هم كانوا 3 معالق كبيرة، 50 جرام. سأوضع جميع المكونات على الشاشة إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات. نطحن الخليط جيد، هيك أصبح جاهز. نوضع الكيكة بالميكرويف لمدة 6 دقائق. يمكن خبزها في الفرن أيضا مثل أي نوع كيكة، ممكن نخبزها بالفرن اختياري نفس أي نوع كيكة. هذه المكونات إذا بحاجة لالتقاط الصورة. هيك أصبحت جاهزة. ممكن إحنا فحص الكيكة باستخدام عود الأسنان. تمام، هيك أصبحت جاهزة. نقلبها في الصحن ونتركها حتى تبرد تماما. التزيين هو اختياري حسب ذوقكم حسب نظامكم الغذائي. الناس اللي على الصفحة على الفيسبوك، أتمنى أن يشتركوا بقناة اليوتيوب باسم القناة شيف نائل. هذا هو شكلها، كتير هي روعة وكتير مميزة. ملاحظة، يجب عليكم التأكد من هذه الوصفة كل الوصفات إذا المكونات بتناسب نظامكم الغذائي أو الوضع الصحي لكم. خلينا نتذوقها. الله الله، بصراحة الطعم روعة. تحلية على ذوقكم، وضعوا التحلية المناسبة لكم حسب ما أنتم متعودين. في أمان الله.